حلقة جديدة من برنامج زملكاوي، هكون ضيف عليكم في تاني حلقة من حلقات زملكاوي. يا رب نكون ضيوف خفاف على جماهير نادي الزمالك العظيم. النهاردة إن شاء الله هيكون في فقرتنا الحوارية، في الفقرة الأولى هيكون منورنا اتنين من نجوم نادي الزمالك وأساطير نادي الزمالك، كابتن غانم سلطان والغول كابتن نصر إبراهيم. كلام مهم جدا عن مباراة نادي الزمالك والاتحاد المنستيري في مباراة النهاردة، كانت مباراة جميلة جدا وتستاهل إن اتنين قيمة فنية كبيرة جدا وتاريخ في نادي الزمالك يتكلموا عن هذه المباراة. في الفقرة الثانية إن شاء الله يكون معانا المحلل الرياضي الأستاذ مصطفى الفخراني، هيشرفنا وينورنا بإذن الله في الفقرة الثانية. مليون مبروك لنادي الزمالك، رباعية نظيفة في مستهل هذه البطولة، البطولة القوية جدا اللي اتكلمنا فيها بالأمس إن مفيش ماتش سهل، هتحترم كل المنافسين إن شاء الله ربنا هيكرمك. مليون مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمة، مليون مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، لاعبي نادي الزمالك بالكامل اللي مفيش حد فيهم بخل بنقطة عرق، الجهاز الفني بالكامل، جهاز المعاون بالكامل، الجهاز الإداري، الجهاز الطبي، كله مشارك في هذا الفوز وفي البداية المبشرة جدا جدا لنادي الزمالك في هذه البطولة. رسالة كمان من نادي الزمالك في بداية المشوار كده، إنك لأ، أنت هتلعب نادي الزمالك، هتحترم نادي الزمالك، فريق قوي، فريق بيقدر يهدف. الحمد لله النهاردة كان مباراة قوية جدا من كل الجوانب، انت قدرت تحرز 4 أهداف وما استقبلتش ولا هدف. اليوم كان يوم جميل والليلة كانت ليلة بيضة بخطين حمر. زي ما اتمنينا امبارح، اتمنينا ان احنا نكسب في اول مباراة، اول مباراة هتديك ثقة كبيرة جدا وده اللي حصل. اداء ولا اروع، سيطرة كاملة على مجمل أوقات المباراة، تألق لنجوم نادي الزمالك، سجلنا 4 أهداف، فوز كبير جدا جدا، وهو الفوز الأول والأكبر في الجولة الأولى، الفوز الأكبر في الجولة الأولى برباعية نظيفة في هذه البطولة في الدور الأول. في نفس الوقت دفاع نادي الزمالك أدى مباراة قوية جدا، مباراة عظيمة جدا، قدر يخرج بكلين شيت في هذه المباراة. لو هتحيي النهاردة وتتكلم عن نجوم نادي الزمالك هتتكلم عن النجوم كلهم. كابتن شيكابالا اللي عمل النهاردة مباراة قوية جدا، السوبر زيزو اللي عمل مباراة قوية جدا وقدر يحرز هدف النهاردة، الدينامو فتوح اللي قدر يشتغل النهاردة في الحتة اللي وفرها له أسوريو وقدر يؤدي فيها أداء قوي جدا، حسام عبد المجيد، سيف الجزيري، وسيد نمار البديل الذهبي اللي قدر يحرز هدفين في مباراة النهاردة. مباراة جميلة، مباراة رائعة، ازدادت روعة كمان بتعليق المعلق الرياضي عبد الله الغمدي. راجل زود المباراة متعة، زود المباراة حلاوة، الراجل ادى نادي الزمالك حقه بشكل محترم جدا جدا. الراجل ادى درس لمعلقين كتير قوي ازاي تدي فريق بحجم نادي الزمالك قدره، ازاي تديله حقه وانت بتعلق على مباراة لنادي الزمالك. دلوقتي طبعا معانا يعني احد اهم الناس النهاردة اللي كانت في المباراة وزودوا حلاوة المباراة، المعلق الرياضي الجميل عبد الله الغمدي. يا كابتن عبد الله، مشرفنا ومنورنا في برنامج زملكاوي. حياك الله اخوي احمد، يا هلا والله وسهلا. انا مسرور جدا للتواجد معك وسعيد جدا بهذه المقدمه اللي اعطيتني فيها حتى اكثر مما استحق، وحقيقه ان يعني كمية المشاعر اللي غمرني فيها جمهور يعني الزمالك من بعد المباراة حتى الآن يعني حاجة حقيقة سعدتني كثير. وبالرغم اني يعني اللي سويته كله اني اعطيتهم
حقهم وفق ما يملي علي بالتأكيد مهنيا، ووفق ما يملي علي بضميري يعني حقيقة. وهذا أقل واجب يقدم لهذا الفريق الجميل، لهذا الفريق اللي حقيقة في الفترة الأخيرة تحديدا مع أوسوريو أصبحنا نشاهد متعة كبيرة جدا في تقديم المستويات بالنسبة للزمالك. وحقيقة أذنت لي وسمحت، يعني أنا في حاجة ودي أقولها وحدث جدا أني أقولها، أن البعض يعتقد أني أجامل الزمالك لما قلت الكلام هذا، أو أني حتى أعطيته أكبر مما يستحق، لكني حقيقة أنا مؤمن إيمان تام أن الزمالك هو ملك الكرة الممتعة على مر العصور حقيقة، واحد من أجمل الفرق اللي تقدم كرة قدم جميلة، مو من اليوم ولا من أمس ولا حتى من فترة طويلة. فأنا ممتن حقيقة لكمية المشاعر، لكمية الحب اللي غمرني فيها جمهور الزمالك، وهو يستحق، وهذا أقل بكثير حتى مما يستحق وفقا لما قدم داخل الملعب. كابتن عبد الله أنت تستاهل أكتر من كده، إحنا ما قلناش غير الحقيقة الواضحة قدامنا، انك راجل اديت لنادي الزمالك حقه، كان تعليقك ممتع جدا على الاربع اهداف، اديت لكل لاعب احرز هدف حقه، فانت تستاهل اكتر من كده. عايز اسألك بقى عن نادي الزمالك، رأيك وانت بتعلق على نادي الزمالك في اداء نادي الزمالك في المباراة الاولى ليه في كأس الملك سلمان. الزمالك قدم مستوى كبير والنتيجة هي اكبر شاهد على كلامي. الزمالك قدم متعة كروية، يعني كل اللي شاف الماتش استمتع بالمستوى اللي قدمه الزمالك. الزمالك ترى منذ وصول الكولومبي أوسوريو الفريق جالس يقدم كوره حلوه، كوره هجوميه جميله، كوره يعني تملى العين صراحه، وتستمتع بالزمالك اللي يقدمه. صحيح ان في الفترات الاخيره يعني كانت مشكله استقبال الاهداف كانت بشكل كبير، لكن واضح ان المدرب لسه شغال على هالنقطه بشكل كبير. وشفنا شيء هذا اليوم، الخروج بكلين شيت يعني من امام الاتحاد المنستيري، اكيد انها نتيجه ايجابيه جدا، حاجه تضاف لجماليه المباراه بالنسبه للزمالك. اليوم شفنا التنويع في الاهداف، شفنا التنويع في الفرص، شفنا التحركات، شفنا تغيير اللعب، شفنا الكرات القصيره، شفنا الكرات الطويله، شفنا الكوره الحلوه، شفنا التحرك بدون يعني بدون كره، التحرك بالكره، اشياء جميله جدا، والاهداف تلخص الاشياء الجميله اللي حصلت اليوم. يعني اعتقد انك حتى لو تسال كل لاعب زملكاوي اليوم، الكل كان مستمتع في الملعب، كان مستمتع بالكوره، كان مستمتع بمعرفه الادوار داخل الملعب، يعني الكل عارف وش يبغى من المباراه اليوم. فانا حقيقه استمتعت بما قدمه الفريق، استمتعت بالحضور الجماهيري اللي والله اضاف حاجة جميلة للمباراة، أعطانا جو حلو في ملعب المباراة. حقيقة جمهور الزمالك يعني زي ما قلت حتى في التعليق، هذا الجمهور اللي خلف فريقه وين ما يروح، وين ما يكون، وين ما يتواجد، في أي مدينة، في أي دولة، في أي قارة، تلقى هذا الجمهور خلفه لن يتأخر عن دعمه على الإطلاق. تهانينا حقيقة لهذه الجماهير، تهانينا لهذا الفريق، تهانينا لإدارته، للاعبينا، للجهاز الفني والإداري على هذا الفوز، على هذه النقاط الصحة. وأكيد أن هذه فقط مجرد خطوة في هالبطولة، الفريق اللي يعني حاب أنه يمسح آلام وجراح الموسم الماضي، وأنه يضع عليها بلسم يسعد فيه جمهوره ومتابعينا، يعني خصوصا أن الفريق يعني جاي لهالبطولة وهو عارف أن الموسم الماضي ما حقق شيء، يحب أنه يقدم شيء حلو هالبطولة، أنه يظهر بشكل مميز. وأعتقد أن الزمالك وفق الإمكانيات الموجودة، وفق اللاعبين الموجودين، وفق عمل المدرب، أعتقد أنه ممكن يوصل إلى الأدوار المتقدمة، أنه يقدم حتى كورة جميلة في كل مباراة يلعبها. كابتن عبد الله كنت أسألك على سؤال وهاخد من كلامك، من نهاية ما ختمت كلامك كده، هل الزمالك في المجموعة الصعبة دي يقدر ينافس على الصعود منها في ظل وجود اتنين من الفرق الكبار جدا بتدعيمات قوية جدا زي فريق الشباب السعودي وفريق النصر السعودي؟ شوف، هي مجموعة صعبة ما نختلف، مجموعة صعبة صعبة جدا، يعني موضوع بيتطلب عمل كبير عشان تتأهل من المجموعة. لكن على اللي شفته اليوم اعتقد ان الزمالك قادر انه يتواجد وانه ينافس بقوة على احد بطاقتي التأهل في هذه المجموعة، وعنده صراحة الإمكانيات اللي يقدر أنه يقدمها. وأنا بغض النظر يعني حتى
يعني حاب اقول نقطه، بغض النظر ممكن الفريق ينجح في التاهل ممكن الفريق ما ينجح في التاهل وفق المجموعه الصعبه، لكن انك تسوي مزيج ما بين لاعبي الخبره وما بين لاعبي الشباب، وانك تمزج وتطلع كل فتره لاعب، يعني الحاجه الجميله اللي دائما اقولها بالزمالك يغادرون منه لعيبه كثير، يعني انت لما تتكلم عن قبل 3 سنوات الى السنه هذه في لعيبه كثير طلعوا، لكن في نفس الوقت لا زال الزمالك يطلع لعيبه مميزين، لا زال الزمالك يمتلك لعيبه على مستوى عالي، حقيقه هذا شيء يحسب كثير لنادي الزمالك. كابتن عبد الله، يعني توقعاتك طيب مين اللي يقدر يتخطى دور المجموعات من المجموعه الصعبه دي؟ نادي الزمالك فاضل له ماتشين زي ما قلت لك، ماتش الشباب وماتش النصر. مواجهه الشباب في المباراه المقبله، شايف نادي الزمالك مع المباراه الاولى اللي بتتلعب دلوقتي ما بين الشباب والنصر، مش عارفين لسه هي كانت بدات الساعه 10، نشوف نتيجتها تنتهي على ايه، وشكل المباراه اللي جايه بالنسبه لنادي الزمالك. والله شوف، هي بالتاكيد نتيجه مباراه اليوم راح تعمل حسابات مهمه بالنسبه للزمالك. صحيح. اتكلم عن نتيجه مباراه النصر والشباب، اعتقد ان مباراه الزمالك قدام الشباب الجايه راح تكون يعني مباراه مفصليه مهمه جدا بالنسبه للزمالك، لانه يبغى يخلص من حسابات التاهل قبل لا يقابل النصر في المباراه الاخيره. يعني اعتقد ان حظوظ الزمالك في يده والكوره في ملعبه، وهو متى ما كان حاضر بشكل مميز في المباراه القادمه او المباراتين القادمه، اعتقد ان فريق الزمالك مؤهل انه يصعد الى الدور القادم. الشباب في مين بقى من التدعيمات والانتدابات الجديده؟ شفنا اسامي كتير جدا في النصر، يعني كريستيانو رونالدو، فوفوانا، والكس تيليس، وتاليسكا موجود من السنه اللي قبل اللي فاتت، وعندهم بروزوفيتش، اسامي كبيره جدا. الشباب بقى عنده مين من الانتدابات لازم نادي الزمالك يعمل له الف حساب في المباراه اللي جايه؟ والله شوف، بالنسبه للشباب هو اقل الفرق تدعيما مقارنه بالنصر والهلال والاتحاد، لكن عندهم طبعا كويلار كتدعيم في الصيف، كان في كويلار لاعب محور الارتكاز اللي كان في الهلال. عدا ذلك ما فيه، طبعا اليوم اعلنوا توقيعهم مع مارسيل كايزر المدرب الهولندي اللي كان في الجزيره الاماراتي. يعني هذه التدعيمات ترى اللي موجوده على مستوى اللاعبين، فقط كويلار هو الاسم اللي البارز اللي موجود الى جانب ايفر بانيجا، يعني تقريبا هذه الاسمين فقط اللي عليها الكلام في وسط ملعب الشباب. الشباب طبعا بيبقى قيمته الكبيره في تواجد حارس مرمى، حارس منتخب الكوري الجنوبي الدولي، وايضا تواجد حسن تنبكتي الدولي السعودي المميز في قلب الدفاع. قوة الشباب برضه موجودة في الأظهرة، تواجد متعب إذا لعب في مباراة الزمالك، وأيضا فواز. يعني أتكلم عن هذه الأسماء اللي الموجودة في الشباب. التدعيمات أكيد مش مثل النصر، لأن النصر حتى احتمال كبير جدا أن مباراة الزمالك أو حتى ممكن إذا تأهل الدور القادم أنه يكون معاه ساديو ماني. صحيح. كإضافة أخرى هو تم تسجيله في قائمة النصر في البطولة. صح، فعشان كذا يعني هو فقط باقي متبقي الاعلان الرسمي، فاعتقد يمكن يلحق على مباراه الزمالك الاخيره. ان شاء الله يلحق من الدور اللي بعد ماتش الزمالك ان شاء الله. يا كابتن عبد الله شرفنا ونورتنا، بس عايز اسالك سريعا كمان على ردود فعل جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا واعجابه الشديد بتعليقك على المباراه النهارده. والله انا جدا سعيد جدا، وحاجه يعني كذا يعني غمرتني بكثير من السعادة، يعني انك مثلا في السوشيال ميديا توصل ترند في دولة كبيرة وشقيقة وعزيزة وغالية زي مصر، هذا ترى شيء شرف كبير جدا اسعد واحظ فيه، وانه الجماهير بتتداول الاسم في كل مكان وتتداول المقاطع والكلام الطيب اللي بيوصلني حقيقة من كل يعني رجالات الزمالك، سواء من اعلاميين، من ادارة، من جماهير، من كل الاطياف. بالتاكيد ان هذا شيء يعني اسعدني بشكل كبير جدا وشرف حقيقه يعني نلته وسعدت فيه. يعني انا من الاشخاص اللي اوكي متابع لكره القدم المصريه، وتحديدا متابع ايضا للزمالك بشكل جيد، لكن يعني اليوم اللي حصل فيه اني احظى بالتعليق على واحده من مباريات الزمالك، ابدا ما كنت اتوقع رده الفعل الكبيره بهذا الشكل، فانا جدا سعيد. وانا حاب اقول لهم للمره الالف انه الشيء اللي انا سويته شيء اقل بكثير مما يستحق الزمالك. الزمالك فريق كبير، فريق تاريخي، فريق عراقه في كل النواحي،
وغيرها انه فريق اصلا ملك كرة القدم الجميلة صراحة اللي بيقدمها على مر العصور بصراحة، والأبيض دائما لا يتلون حقيقة. كابتن عبد الله، يعني أنا سعيد جدا بالكلام اللي أنت بتقوله، وأنت معلق كبير جدا وتستحق كل الإشادات اللي نلتها من جماهير نادي الزمالك. عايزك بقى تقول لي وأنت بتتفرج على الماتش، مين اللي متع عينك كده في أرضية الملعب من فريق نادي الزمالك؟ شوف، قبل لا اقول لك من اللي متع عيني اليوم داخل الملعب، انا ترى من اشد المعجبين باحمد سيد زيزو. يعني هذا اللاعب بالنسبه لي حاجه تحفه، يعني حاجه جميله جدا. انا بستمتع قوي باللي يقدمه، يعني في كل الماتشات اللي بيلعبها. انا استمتع بشيكابالا من زمان، من ايام حتى ما جاء للرائد هنا في السعوديه. انا استمتعت اليوم حقيقه بدونجا، واحد من اللاعبين اللي يعني يملك صراحة مستويات كبيرة ويملك إمكانيات هائلة. عمر جابر برضو من اللعيبة اللي قدموا مستوى كبير. محمد عبد الغني، يعني أنا أعجبت حتى بسيف الدين الجزيري صراحة. أحمد فتوح، الله على العمل الكبير اللي قدمه. نيمار، يعني سميها صف التغيير اللي غير حتى من وش الزمالك الهجومي اليوم. حقيقة لا، أنا معجب كثير، لكن يبقى أحمد سيد زيزو واحد من امتع واجمل اللاعبين اللي انا بحبه على المستوى الشخصي وبحب اتفرج عليه، وفما بالك ان الان اعلق عليه. فانا جدا معجب بامكانيات هذا اللاعب الهائله، اتمنى انه يستمر بهذا المستوى الكبير وانه يحقق اهدافه ان شاء الله. كابتن عبد الله الغامدي، شرفتنا ونورتنا، وكنت سعيد جدا بالمداخله دي معاك. طبعا شكرا جزيلا للمعلق الرياضي الكبير عبد الله الغامدي، معلق على مباراة النهاردة أمام مباراة نادي الزمالك أمام الاتحاد المنستيري. كنا بنتكلم عن المباراة، وتشوف نادي الزمالك دلوقتي وتشوف قصة نادي الزمالك ما بعد 2013 و2014، اللي هي بداية السنين اللي بدأنا نشوف فيها بطولات. طبعا كان في تاريخ كبير جدا لنادي الزمالك ما قبل 2004 2003، واخد دوري ابطال افريقيا، ولكن في 10 سنين كانوا عجاف على نادي الزمالك. المسمى بتاعها بين قوسين يعني ان صح التعبير العشريه السوداء. 10 سنين كانوا صعبين جدا على نادي الزمالك، اظن نادي الزمالك ما خدش فيهم غير بطوله واحده، بطوله كاس كلنا فاكرينها طبعا، كانت سنين صعبه جدا. دلوقتي انت بتدور على الاستقرار، لقيت الاستقرار، لقيت مجلس إدارة، لقيت بطولات. نادي الزمالك كده دور في سنين كتير، في سنين الأخيرة دي من 2014 مش هتلاقي يعني موسمين ورا بعض كده نادي الزمالك ما خدش بطولة. لا، نادي الزمالك مثلا اكتسح بطولة الكاس، يعني من 8 أو 9 أو 10 نسخ لكاس مصر انت حرصت 7 نسخ، فانت عملت خدت الدوري. ناهيك بقى عن الثنائيات، الثنائيه في 2014 مع فريرة الدوري والكاس، ثنائيه الموسم قبل الماضي دوري وكاس، الدوري السنه اللي فاتت، كانت سنين صعبه جدا، وانت دلوقتي بتشوف سنين يعني مليانه بطولات. ان شاء الله باذن الله يا رب ينعم نادي الزمالك بالاستقرار الإداري، يعني يسيبوا إدارة نادي الزمالك تشوف شغلها زي بقية الخلق، زي بقية الأندية. ده أمر مهم جدا، لأن جمهور نادي الزمالك بالملايين، ويستاهل إن ناديه ما يبقاش فيه جبهات كتير جدا بيحارب فيها. هنركز مع فريقنا، لما بيبقى فيه استقرار بيبقى فيه بطولات. خلصت المباراة برباعية نظيفة، أول مباريات نادي الزمالك في كأس الملك سلمان، البطولة العربية، بطولة قوية جدا. أنظار الإعلام العربي والعالمي كمان حوالين هذه البطولة، أسامي كبيرة قوي في البطولة دي، فريق النصر، فريق الهلال، فرق كتير جدا مدعمة تدعيمات قوية جدا جدا جدا، بتشوف أسامي عالمية في البطولة العربية، ده اللي بيزيد من المتابعة لهذه البطولة العريقة. تحية لكل اللاعبين،
كابتن شيكابالا، زيزو، كل اللعيبه دون استثناء البديل اللي قلنا عليه البديل الذهبي سيد نيمار اللي قدر يحرز هدفين النهارده. ان شاء الله تبقى بدايه قويه ومبشره لنادي الزمالك في هذه البطوله. دلوقتي هنروح ناخدكم لجوله سريعه في اخبار فريق كره القدم بنادي الزمالك. النهارده الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك اشاد بالمستوى اللي قدمه اللاعبين النهارده في مباراه الاتحاد المنستيري والفوز كمان برباعيه نظيفه. اوسوريو حرص على التحدث مع اللاعبين بعد انتهاء المباراه، وجه لهم الشكر على الاداء والنتيجه الكبيره. اوسوريو كمان طلب من جميع افراد الفريق غلق صفحة مباراة الاتحاد المنستيري بشكل تام ونهائي والتركيز فقط على المواجهة المقبلة أمام الشباب السعودي. المدرب كمان طالب اللاعبين ببذل أقصى مجهود ممكن والاستمرار على نفس النهج خلال مباراة الشباب المقبلة بإذن الله. الجهاز المعاون لفريق نادي الزمالك سلم المدير الفني ملف كامل بكل كبيرة وصغيرة عن فريق الشباب السعودي، واللي بيشمل نقاط القوة والضعف لدى فريق الشباب خصوصا قبل مباراة الفريقين اللي هتقام إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. ده طبعا بالإضافة لحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على متابعة مباراة الشباب والنصر اللي أقيمت النهاردة، اتفرج عليها من أرضية الملعب. كمان في خبر عندنا من عند السنغالي إبراهيم أنداي لاعب فريق نادي الزمالك، طبعا النهاردة تعرض لكدمة إن شاء الله نطمن عليه في الفترة اللي جاية وإن شاء الله الجهاز الطبي يطمئن عليه. الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك كمان رفض الراحة وقرر خوض التدريبات الجماعية للفريق مساء السبت بشكل طبيعي استعدادا للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام الشباب السعودي في البطولة العربية. إن شاء الله المران هيشهد مجموعة من التدريبات الخفيفة للأساسيين لخوض مباراة الاتحاد المنستيري وتدريبات بدنية وفنية قوية للاعبين البدلاء. النهارده طبعا بعد المباراه كان في تصريحات مهمه جدا للكولومبي خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك بعد الفوز على الاتحاد المنستيري برباعيه نظيفه. الراجل قال في تصريحاته في البدايه ان الاتحاد المنستيري بيضم لاعبين جيدين وطبعا هم لسه في مرحله البناء، فيهم لعيبة جيدين من ناحيتين الفردية والبدنية وأكيد هيتحسنوا في المستقبل. قال كمان الزمالك تحكم جيدا في مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، وقال الفرصة الوحيدة للمنافس كانت كرة في العارضة، وكمان أكد أن الخروج بهدفين في الشوط الأول كان نتيجة عادلة. قال كمان كان علينا ترجمة بعض الفرص بشكل أفضل، وقال كمان ان في اول 25 دقيقه في الشوط الثاني كنا افضل والمنافس كان افضل في اخر 5 دقائق في الشوط الثاني وكانوا يستحقوا تسجيل هدف. اوسوريو كمان قال الزمالك استعد بشكل جيد للمباراه والمساعد فريدي بذل مجهود مكثف وكشف لينا المنافس بصوره جيده. ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الأول وهناك عملية نفسية لدى اللاعبين بعد ما تقدموا، كان في حالة من الهدوء في الشوط الثاني. كان لابد من إيجاد حلول بإدخال عناصر جديدة لزيادة حماس اللاعبين. واتكلم كمان عن إن حمزة المسلوسي لاعب سريع ومميز في الكرات العالية وقررت الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن. أوسوريو كمان اتكلم عن إن أحمد سيد زيزو دائما ما بيخليه يلعب في وسط ملعب المنافس عشان يكون في حالة هجوم وقريب من المرمى لأنه بيجيد إنهاء الهجمات. قال كمان اللاعب المصري ذكي وموهوب ويستطيع حفظ طرق اللعب. لا أحب الحديث عن التوقعات
أو إلى أي مدى ممكن أن نصل إليه. مجموعتنا قوية وسننافس بكل قوة في المباريات المقبلة ولن نكون منافسا سهلا. ده كلام خوان كارلوس أسوري المدير الفني لفريق نادي الزمالك. نروح لتصريحات المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري المدير الفني طارق الجاني في تصريحاته ما بعد هذه المباراة. الراجل اتكلم عن ان الزمالك كان افضل لان الدوري المصري لسه خلصان، فانا ببارك لنادي الزمالك وان كان عنده اخطاء والزمالك كان الافضل في هذه المباراة. قال كمان هناك عناصر جديدة اتدربوا لمدة اسبوع بس او 10 ايام. بارك الراجل لنادي الزمالك على المباراة اللي قدمها، وراجل تحمل المسؤولية وقال ان انا كنت مدير رياضي في الفريق وبطبيعة الحال مع تولي المسؤولية الفنية لابد ان اتحمل النتيجة. قال كمان 12 لاعب غادروا الفريق وفي 8 لعيبة جدد مازال ينقصهم الخبرة. تحدث مع اللعيبة عن ان الزمالك فريق كبير ومفيش شرط انك تخجل من الهزيمة، لابد ان تقدم مردود يشرف الكرة التونسية. كابتن طارق الجاني كان بالكلام وقال مباراة النصر اصعب لان النصر عنده خبرات وبيلعب في المملكة والزمالك اثبت انه يقدر يراهن على اللقب. قال كمان ان النصر والشباب فريقين كبار والمجموعة صعبة والقادم افضل. قال كمان فرصنا ما زالت موجودة وهنبذل اقصى جهد، وكمان اشاد بسيف الدين الجزيري وقال انه لاعب دولي وبيقدم مردود جيد واحرز هدف صعب واتمنى لي حظ موفق مع نادي الزمالك هو وحمزة المسلوسي. دي كانت تصريحات خوان كارلوس أسوريو المدير الفني لفريق نادي الزمالك وكابتن طارق الجاني المدير الفني للاتحاد المنستيري ما بعد المباراة اللي فاز فيها نادي الزمالك برباعية نظيفة على النادي الشقيق الاتحاد المنستيري التونسي. دلوقتي هنروح لتقرير عن ذكرى وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي. الطيبون يرحلون والموت استمر يخطف أصحاب القلوب البيضاء، يغادرون الحياة ويفارقون أحبابهم. تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الدكتور محمد مشالي الملقب بطبيب الغلابة والذي تعلقت قلوب المصريين به بمواقفه النبيلة في خدمة الطب والمرضى والتي ضرب بها نماذج رائعة في الإنسانية والرحمة. الدكتور محمد مشالي ملاك الطب والذي رحل عن عالمنا في 28 من يوليو في عام 2020 عن عمر يناهز 76 عاماً. قرر منذ بداية ثمانينات القرن الماضي فتح أبواب عيادته في مدينة طنطا لعلاج الفقراء من المرضى بأجور رمزية للغاية لم تتعدى القرشين وقتها. طبيب الغلابة أعلن عن أجر رمزي للكشف عن المرضى في السنوات الأخيرة وحتى قبل وفاته بلغ 5 جنيهات فقط بعيادتيه الخيرتين، وفي كثير من الأحيان كان يرفض الحصول على أجره بل ويقوم بعمل التحاليل والفحوصات للمرضى وشراء الأدوية اللازمة لعلاجهم على نفقته الخاصة. وفي ظل سيطرة العوامل المالية على مهنة الطب مؤخراً وارتفاع أسعار الفحوصات الطبية، كان محمد مشالي هو ملاك الطب الذي يمشي على الأرض مجسداً كل معاني ومفاهيم الرحمة والإنسانية والعطف. طبيب الغلابة كان حتى الأيام الأخيرة قبل وفاته يعمل في خدمة المرضى بعيادته لفترة تزيد عن 10 ساعات يومية، رافضاً التربح من مرضى الفقراء
يأبى جميع العروض المالية التي انهالت عليه في الآونة الأخيرة من بعض رجال الأعمال، موجهاً رسالة لهم في تصريح تاريخي: أنفقوا أموالكم لمن يحتاجها من الفقراء. انا فتح الصباحات المسخوط، لو انا ما خدتش بالي منهم وغيري ما خدتش بالي منهم وغيري ما خدتش بالي منهم يموتوا بالحياه يعني، يموتوا بالحياه يعني. ما تاخدش من اللحم الحي بتاع المريض الفقير علشان تبني عماره او تبني قصر. طبيب الانسانيه كان واحد من عاشقي نادي الزمالك واحد ابرز انصاره ومسانديه على مدار عمره، حيث ابدى اعتزازه وفخره بانتمائه للكيان الابيض العريق منذ صغره، وهو ما دفع مسؤولو النادي منحه عضوية شرفية بالنادي تقديراً لدوره الوطني العظيم في لفتة إنسانية رائعة. محمد مشالي لم يمتلك يوماً سيارة فاخرة ولا عيادة فخمة في حي راقي ولا ملايين من الجنيهات في حسابه البنكي، ولكنه امتلك قلباً لا يعرف سوى الرحمة والإنسانية وخدمة البشرية، ليكسب الدكتور ميشيلي حب وتقدير واحترام الشعب المصري بشتى طوائفه وطبقاته. رحم الله طبيب الغلابة، طبيب الإنسانية والرحمة. رحلت بجسدك واستمرت روحك الطاهرة ترفرف حولنا، ومواقفك النبيلة تسيطر على عقولنا وأذهاننا، وخدمتك الراقية للطب وللفقراء حاضرة دائماً وأبداً في قلوبنا. الدكتور محمد مشالي، لن ننساك أبداً. عزف نجوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سيمفونية من العزف الكروي المنفرد خلال مستهل المشوار ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وحقق الزمالك فوزا عريضا على حساب نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة للبطولة والتي تضم معهما الثنائي السعودي النصر والشباب. استهل رباعية الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري بعد 27 دقيقة من انطلاق المواجهة، قبل أن يضيف زيزو هدفا رائعا مع الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني واصل الفارس الأبيض صحوته ونجح سيد نيمار في تسجيل هدفين في الدقيقتين 56 و64، وتصدر الزمالك مجموعته عن جدارة قبل انطلاق مواجهة الشباب والنصر في المجموعة ذاتها. الفارس الأبيض يكشر عن أنيابه برباعية في مرمى المنستيري في مستهل مشواره العربي بالنسخة الجارية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية. أهلا بكم من جديد في زملكاوي. وصلنا الفقرة الأولى، مشرفنا ومنورنا فيها النهاردة اثنين من نجوم نادي الزمالك التاريخيين، الكابتن غانم سلطان نجم نادي الزمالك. كابتن غانم مشرفنا ومنورنا، أهلا بك. والغول الكابتن نصر إبراهيم. يا كابتن نصر مشرفنا ومنورنا. أهلا بيك، أهلا بيك، أهلا بيك. أنا سعيد جدا باللقاء ده معكم. الله يخليه. ايه رايكم النهارده في المباراه؟ مباراه قويه يا كابتن غانم، اربع اهداف ما بتستقبلش هدف، رايك في المباراه؟ بص انا عاوز اقول اول بدايه، هو الحاجه كويسه النهارده في المباراه ان لعيبه نادي الزمالك، وانا كنت بالصدفه موجود في اليوم اللي هم كانوا مسافرين فيه، وكان مقابلهم المستشار مرتضى وقعد يحسهم ان هم يظهروا بمظهر كويس ويبينوا قدراتهم وينسوا اللي هو الفتره اللي فاتت الضعيفه اللي كان الزمالك فيها شكله مش مظبوط، وقدر اللعيبه النهارده ان هي تظهر بمظهر خلى كل الجماهير يعني تفرح وتتبسط ان في لعيبه وفي عندهم قدرات، ورجعت الثقه تاني للعيبه. النهارده تحس كلهم بيلعبوا بشكل جميل جدا وقدروا ان هم يعملوا فوز عريض. انا بس عاوز كمان اضيف حاجه مهمه بالنسبه لي، انا بشكر النهارده المعلق عبد الله
الغامدي تحس عنده يعني نزعه مصريه، نزعه زملكاويه كبيره جدا. ما سابش لعيب من الزمالك اللي ذكره، ما سابش مسؤول في نادي الزمالك على راس المستشار مرتضى والكابتن امير مرتضى، وقعد يذكرهم بكل خير وعملوا وسووا. يعني حاجه جميله جدا النهارده تاريخ نادي الزمالك، حتى كان بيتقال في المباراه والجماهير وقعد يشكر في الجماهير. فانا بشكره على حسه المصري والزملكاوي اللي خلى الواحد بقى مبسوط وهو بيسمع تعليقه وبيتفرج على المباراه. كان معانا كمان في بدايه الحلقه والراجل اتكلم عن ان ده حق نادي الزمالك، ونادي الزمالك يستحق ده ويستحق اكتر من كده. فشوف الناس اللي بتعلق على المباريات اللي فيها نادي الزمالك، في مباريات هنا بتبقى كبيره جدا نادي الزمالك ما بنشوفش ده. ما عشان كده بقول لك حاجه، يعني لازم الناس يلفت نظرها الحاجه دي، ويلفت نظرها واحد زي دوت قد ايه هو يوريك يعني زملكاوي اكتر من زملكاويه، مش عاوز اقولها كده، او مصر اكتر من كده، عمال يشكر في الكره المصريه والانديه المصريه واللعيبه المصريه، فحاجه الواحد يفتخر بيها بصراحه. كابتن نصر طبعا شفت المباراه ازاي النهارده؟ مباراه جميله وفي اهداف، اربع اهداف، مباراه جميله، تواجد هجومي بشكل كبير جدا نادي الزمالك مع اسوريو. رايك في المباراه؟ انا طبعا رايي ان انا مبسوط طبعا بنتيجه المباراه اللي حصلت النهارده 4-0، حاجه نتيجه مشرفه، خاصة بعد الفترة اللي فاتت الناس كمان عمالة تقول الزمالك هيروح ازاي؟ هيسافر ازاي؟ مش جايب صفقات، فين الصفقات؟ ودي كانت محزناني قوي يا ابو حميد. ليه؟ على اساس ان انا ليه اهمد اللعيبة اللي مسافرة؟ واحنا شفنا اهو في ماتش عملوا ايه؟ وأدوا أداء كويس، حاجة جميلة برضه طبعا المعلق اللي كان بيعلق على المباراة حاجة ممتعة، بين تاريخ نادي الزمالك بطولات افريقيه واسيويه، يعني تاريخ برضو ده برضو تذكره للناس اللي موجوده هنا. انا بقول لك بصراحه صحيح، واجيال جديده كمان ما بنسمعش الكلام دوت الا من يشوف من اخ لينا سعودي في بلده، فكانت بتفرح وجاب اسامي اللعيبه القديمه والجديده، لدرجه انه اذكر في بعض الالعاب مثلا احمد الاحمر، يعني حاجه دي كانت ساعداني او مبسطاني قوي. والحاجه المشرفه ان النتيجه كويسه، الاداء كويس، اللعيبه كويسه، والاجمل النهارده ان انا شفت ايشو في الفرقه، ده برضو من ولادنا، برضو الحاجه اللي يعني كان ليها صدى عندي قوي ان انا اشوف ايشو النهارده طبعا بيكمل مع الفريق الاول، ونتمنى بقيه زمايله ان شاء الله، عشان برضو زي ما قلت قبل كده ان احنا عندنا مجموعه لعيبه من ناشئين النادي على مستوى عالي قوي، نتمنى ان احنا نشوفهم في الفترات اللي جايه. ومبروك لجمهور نادي الزمالك، ومش عايز نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك يعني يزعل، احنا السنه اللي فاتت خسرنا، بس حته يعني خلاص وخسرنا ورمينا يعني كلام ما صعب. وارد يا ابو حميد ان احنا نكسب سنه وسنتين، وارد ان احنا نخسر، ده طبيعي في الرياضه يا كابتن، لكن ما ينفعش الهد اللي بيتهد فينا دوت ان احنا ما عندناش، ان احنا ما فيش صفقات، ان احنا الكلام ده مش كويس بالنسبه للعيبه. فنتمنى الناس تتدارك، والجمهور الحلو الزملكاوي بيشجعك في اي وقت، اول ما بتكسب بتبقى كويس، وبالتوفيق ان شاء الله. كابتن غانم، ما رايك في تغييرات اسوريو النهارده؟ الراجل صمم ان هو يلعب بخطته، قال مش هغير خطتي في البطوله العربيه مهما كان قوه الفرق امام الشباب، هلعب بنفس خطتي وطريقتي، امام النصر هلعب بنفس خطتي وطريقتي. رايك النهارده في تغييرات؟ لا انا عاوز اقول حاجه، هي الخطه لا ما ينفعش ان انت تقول العب بيها يعني في اي ماتش، كل ماتش بيبقى ليه ظروف. النهارده لعب بيها الفريق اللي قدامنا، مش عاوز اقول يعني ايه يعني مستواه، يعني نادي الزمالك قدر ان هو يركب المباراه من بدايتها، بس ايه يعني الفريق كان مساعدك ان انت تنفذ اي حاجه انت عاوز، اي طريقه هتعملها النهارده هتمشي. لكن اللي برضه النهارده اللي كان فارق كان مستوى اللاعبين يعني كويس جدا، وكلهم مطلعين قدراتهم وكلهم بيحاولوا يثبتوا نفسهم، فمن هنا الشكل الخطط اللي لعبوا بيه ماشي الحال، وقدروا يجيبوا بيه اربع تجوان وكانوا ممكن يجيبوا اكتر. النهارده مثلا هو بيلعب مثلا بثلاث مدافعين، دي انا بحط عليها خط وخطين اما هيجي يلعب مع الشباب والنصر، لا هنا لازم يبقى فيه حرص دفاعي اكتر مع الفرق دي، ان الفرق دي هيبقى ليها شكل هجومي. بس انا مش عاوز انقل اللي هو للوضع النصر والشباب، دلوقتي احنا بنتكلم عن المانشستري، لا بقول هو الشكل اللي لعب بيه يناسب مستوى الفرقه اللي احنا لعبناها، وقدر ان هو ينفذ الشكل الخطط بتاعه، وقدر اللعيبه ينفذوا قدراتهم ويحققوا
هدف المباراة 3 نقاط ب4 أهداف وبشكل أسعد كل الجماهير اللي كانت في المدرجات. وأنا عاوز أعلق على حتة القيد، رغم إن هي مشكلة بيواجهها نادي الزمالك، ولكن أنا بفكر الجماهير إن إحنا السنة اللي فاتت واللي قبلها اللي هي 2020 و21 كسبنا دوري وكاس، كان 15 لعيب فقط بيقيدوا فقط. صحيح. وكانت برضه إيه القيد مقفول. فمن هنا عاوز أقول إيه، لعبتنا بخير وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحسن ويبقى في أمل وفي ثقة، وإحنا النهاردة عندنا ثقتنا بقت أكتر وأكتر في اللاعبين. كابتن نصر، إيه اللي اختلف مباراة الاتحاد المنستيري النهاردة عن المباريات الأخيرة لنادي الزمالك؟ طبعا أنا قلت من فترة يا أبو حميد إن مع الوقت الخطة هتبتدي أو التكتيك بتاع مستر سوليو هيبان، خاصة إن هو فيه هو عنده عامل أساسي. أنا يعني من أول ما جه رغم الماتشات الأولانية بتاعت الدوري عنده هدف أساسي إنه عارف قيمة نادي الزمالك، دي مهمة قوي. نادي الزمالك بيلعب على مكسب، بيلعب على بطولة، فعشان كده تلاقي حتة التهديفية بتاعتنا والهجومية زيادة. قلت أنا مع الوقت هتبتدي الناحية الدفاعية تتظبط شوية، واخد بالك؟ وهو يمكن النهاردة بعد 2-0 لو أنت تلاحظ أو ابتدى يأمن الناحية الدفاعية شوية، راح منزل هافند فيندر وابتدى مع الوقت، لكن هو عنده النزعة الهجومية دي على أساس عارف قيمة نادي الزمالك، الزمالك بيلعب على بطولة، فتلاقي التغيير مع الوقت مع برضو اندماج اللعيبة مع بعض، التعود على الخطة أو الشكل المعين اللي هو بيعمله، كل الحاجات دي هتيجي مع الوقت، ما تبجيش في يوم وليلة كده، يعني مش في يوم وليلة هيعمل خطته نلاقيها كويسة، لا. وهيغير زي ما قال الكابتن غانم، هيغير في بعض الماتشات، في ماتشات محتاجة ان انا العب بسير دباكين، هيلعب الراجل طبعا يعني عالي فكريا، هيضطر انه يلعب بثلاثة ديفندر، هيلعب يعني في اوقات، لكن هو عنده النزعة الهجومية دي كويسة بالنسبة لنادي الزمالك، وبطولات نادي الزمالك انت عارف بطل ولازم بيكسب، جمهوره مش عايز اللي يكسب. بس المباراة كانت ممتعة النهاردة. اه طبعا الجماهير خارجة مبسوطة جدا من الجماهير، احنا مش عايزين بقى نقول ده، الجماهير حاجة تشرف بجد، ودي جماهير نادي الزمالك زي قلت لك، جماهير نادي الزمالك اول ما بتكسب يا ابو حميد بتنسالك كل حاجه. انا بقول لك بصراحه يعني جمهور لذيذ، جمهور نادي الزمالك ده متعش يعني بيحب الاداء الكويس، فاول ما بتكسب وبتادي كويس بتلاقيه ينسى خلاص وبيبقى معاك وبيشجعك. وبالتوفيق ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله في الفتره الجايه والموسم الجاي ان شاء الله بلد. ان شاء الله. كابتن غانم، أداء لأكثر من لاعب مميز جدا النهارده في تشكيلة نادي الزمالك، نجوم نادي الزمالك وهدافي نادي الزمالك اللي دايما بيصنعوا الفارق، أحد أهم لاعبي نادي الزمالك في الفترة الأخيرة أحمد مصطفى زيزو، راجل النهارده بيحرز هدف بيصبح الهداف رقم 11 في تاريخ نادي الزمالك في جميع المسابقات، شايف ده إنجاز للاعب بقاله 3 أو 4 سنين في نادي الزمالك، إنجاز كبير. طبعا زيزو يعتبر من اللعيبه المميزه جدا في النادي الزمالك دلوقتي وبيصنع الفارق جدا، بس برضه اللي بيساعده عنده مجموعه كويسه بتحاول ان هي تساعده وتسنده، مفيش واحد بيلعب لوحده. صحيح. احنا مش عاوزين نقول احنا فريق اللاعب النجم، احنا مجموعه لاعبين على اعلى مستوى، في اكتر من 4 5 6 لعيبه شايلين الفرقه، مش يعني اذكرهم ما كلهم لعيبه. لا انا النهارده بتكلم في النقطه دي يا كابتن غانم، ليه؟ لان ده رقم مميز بالنسبه لزيزو، فاحنا هنتكلم عليه. يحسب له حماده ويحسب لنادي الزمالك اللي خلاه يوصل، ويحسب لنادي الزمالك ولزمايله. صحيح. مفيش حد بيلعب برضه، عاوز اقول لوحده اكيد. انا بقى عاوز ارجع لحته برضه التغييرات بتاعت اسوريا. اول حاجه التغييرات اللي عملها هي ما اضافتش كناحيه هجوميه ان احنا ايه نبقى افضل، ولكن انا في رايي هو كان عاملها كنوع من اللعيبه تخش اللي هو التجانس مع الفرقه، يدي فرصه لبعض اللعيبه للماتشات اللي جايه. دي اللي هي ايه كان غرض التغييرات اللي انا شايفها النهارده، رغم ان تغيير سيد نوار قدر ان هو الولد يستفيد من الفرصتين اللي جم وقدر ان هو يحطهم بكل سهوله، لكن هم كانوا ممكن ان هم يعني اي حد هيدخلهم، لكن هو كان هو اللي موجود في المكان دوت. نادي الزمالك النهارده احسن حاجه عملها ان هو زي ما قلت لك ان هو حسس كل الناس ان في فرقه وفي قدرات وفي لعيبه وفي نادي الزمالك موجود في اي وقت، وكل جمهور نادي الزمالك اللي كان موجود حس ان لعيبه نادي الزمالك النهارده جايه ترد اعتبارها. هو ده المكسب النهارده اللي احنا كسبناه. سيف الجزيري برضو عمل اداء كويس النهارده يا كابتن نصر،
شايف اداؤه ازاي مع نادي الزمالك واحرز هدف كان صعب؟ لا اداؤه حلو، خاصه ان هو ما عندوش حته الانانيه كراس حربه. صحيح. النهارده عامل جون بتاع اللي عمل ريمار. ريمار حاجه لذيذه، ودي بيعملها في الماتشات كتير، وبعدين متحرك بجد يعني متحرك. ها يعني هو لو معاه سنتر فيلد كمان هيستفاد منه، هما الاثنين هيفيدوا الفرقه اكتر. اتمنى هو ان شاء الله، انا شايف في ازدياد على طول، وكل ما بيجيب اهداف وكل ما بيبقى كويس والناس برضه بتشجعه وبتاع بتلاقيه هو احسن، واخد بالك؟ بدل ما الناس ما ينفعش وينفع الكلام اللي ملوش لازمه ده بيأثر طبعا على اللعيبه، لكن الحمد لله ربنا يوفقه هو وزمايله، وطبعا شيكابالا والناس كلهم يعني بجد حاجه تفرح يعني، وفتوح حاجه تفرح يعني، هو لما هيخشوا فورمه المباريات اكتر واكتر هتلاقيهم احسن ان شاء الله. ونعدي الفتره اللي فاتت اللي هي الحزينه، انا ما بعتبرهاش حزينه، عادي وارد عادي. لا وارد لكل جواد كبوه، وارد في كره القدم، وبعدين احنا ما يعني مش للدرجه ديت. الناس بتبالغ قوي، انت وارد تخسر في ايه؟ كسبت بطولتين او سنتين بقى فوق وبعدين فجاه المستوى قل، عادي. فنتمنى التوفيق ان شاء الله ليهم ان شاء الله. كابتن غانم، رايك في توظيف فتوح مع الراجل ده، مع اسوري، راجل وظفه في نص الملعب، رايك في شكل نص الملعب بتواجد فتوح فيه؟ بص، فتوح يعني مفيش حد هيختلف عليه من احسن لعيبه مصر، وخاصه في الناحيه الشمال، لعيبته باك شمال، لعيبته هاف شمال، لا يعني على الطرف هتلاقيه من احسن اللعيبه اللي موجود. توظيفه في نص الملعب لا بيقلل من قدراته. انا اللي بقول لك ده يعني ده رايي. نمره اتنين، مكانه اللي هو صحيح ان هو يبقى ناحيه الطرف، هياخد منه اكتر من زي زيزو برضه، لما تيجي تدخله جوه تلاقيه ايه؟ كانك ايه بتنقص من قدراته، توديه على الطرف ناحيه اليمين او الشمال حتى ينطلق والفرقه تنطلق. اللي انا بقى عاوز اقوله في النهارده، كل الناس مبسوطه من الماتش واحنا كلنا مبسوطين من الماتش والمكسب والاربع اهداف، ولكن الناس لازم تعرف احنا في بطوله قويه جدا واللي جاي اصعب. فلازم طبعا ايه؟ الناس تبقى فاهمه الموضوع مش هيمشي اربعه في خمسه في سته، لا، كل ماتش هيبقى ليه ظروفه وليه ايه وضعه. فمن هنا يعني عاوز اقول ان الناس حته اللي هي الفرحه دي تبقى ايه برضو مش مفرطه، عشان الناس برضو لما يجي لقوا تعادل او لقوا الزمالك بيكسب واحد او ماتش كان صعب او اي حاجه، يبقى الناس بتستوعب بطريقه كويسه. فالمهم ارجع برضو الفتوح، توظيف الراجل ماشي الحال في النهارده، لكن انا بقول يجي ماتشات اللي هي اللي جايه دي يا ريت كل لعيب يلعب في مكانه، هياخد منه احسن من اللي هو الشكل اللي هو بدأه زي النهارده وزي النادي الاهلي. انا نفسي لاعب مثلا زيزو ناحيه الطرف وبرضه فتوح ناحيه الطرف. طب مين اللي يلعب في قلب نص الملعب يا كابتن؟ عنده دونجا، عنده رؤى، فانت دول موجودين، ورؤى لعلمك ماشي كويس جدا، بس هي الناس ما بتحبوش. لا الناس بتحبه جدا. لا انا قصدي لك يعني هو رغم ان هو الواد بيأدي، انا اللي بقول لك، انا بقول لك على اللي هو نبض الناس يعني. اهو كل ناس بيبقى ليها كده ايه كاركتر معين، لكن هو من احسن اللعيبه اللي موجوده في الحته دي او في المكان ده. وعنده برضه والله السيسي برضه بيمشي كويس، النهارده برضه نزل واضاف وكان ارتكاز كويس. فانا عايز اقول لك عنده، لكن انا ليه اجيب فتوح اللي هو احسن لعيب عندي انا في مصر باك شمال؟ يعني برضه ايه، انا مش موافق على الكلام ده، لكن ماشي النهارده ماشي. لكن ماتش النصر والشباب لا، يفضل ان هو يلعب في مكانه، وزيزو يلعب في مكانه، وشيكابالا يلعب في مكانه، هتلاقي الدنيا ماشيه كويسه. طيب هو في نص الملعب برضه خلي بالك اسوري يا كابتن بيبقى محتاج لعيب ارتكاز، اللي هو اللعيب اللي عنده مجهود، اللي هو عنده سرعه قطع الكوره بشكل كبير جدا. انا قلت لك الثلاثه دولت جايز احسن من فتوح جنبه لعيب يكون بيعرف ينقل الفرقه، كل لعيب عنده مهاره. فانت في الحته دي هو قدر يوظف فتوح، فلازم يبقى في لعيب عنده مواصفات دفاعيه، هو شايف كده ودي طريقه الراجل، ولعيب عنده حته الكوره، لعيب حريف وفي نفس الوقت بيقدر يعوض الناحيه الثانيه، لانه بيلعب بثلاثه اربعه، الراجل برضو خلي بالك ما بيلعبش اربعه صريح في خط الدفاع. بص يا حماده، ما انا هرجع برضو لكلامك، احنا بنقول ايه انت ايه تشكيل الراجل؟ انا واحد من الناس مدرب ولاعب والى اخره، بقول لك لا، الشكل ده مش هيقدر يلعب بيه في الماتشات القويه اللي جايه. انت النهارده بتلعب ايه؟ بتلعب بثلاث مدافعين، المسلوسي وحسام عبد المجيد وعبد الغني. لا، اما هتيجي نادي النصر ونادي الشباب
ها وبتخلي الطرفين الطايرين لقدام. لا اما هتيجي تلعب الفرق الثانيه دي هتلاقي الناس دي لازم لحد ما ثابته وماسكه اللي هو رصاصات الحرب بتاعتها، فهتلاقي الوضع ده مختلف. ما انا قلت لك كل ماتش يبقى ليه شكل خطط الرير. فمن هنا لا انا بطلب يعني او بتمنى ان هو في الماتشات اللي جايه يبقى الناحيه الدفاعيه دي ليها وضعها، اللعيبه كل واحد بيلعب في مكانه عشان تقدر تاخد اللي هو الوضع الامثل اللي انت عاوزه. تمام يا كابتن غانم. كابتن نصر هستأذنكم نروح لرئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك الأستاذ مصطفى جويلي من المملكة العربية السعودية عبر زوم. يا أستاذ مصطفى مشرفنا ومنورنا وأهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. معانا كابتن نصر إبراهيم وكابتن غانم سلطان كباتن الزمالك الجمال ورموز نادي الزمالك كابتن غانم وكابتن نصر، أهلا بيهم وألف مبروك طبعا الفوز الكبير النهارده الاتحاد النهارده على اتحاد المنستيري التونسي، كانت البدايه قويه. يمكن اهم من ان احنا فزنا 4 ان احنا قدمنا اداء قوي النهارده واداء مقنع واداء يمكن بيطمنا للفتره الجايه، والفتره الجايه تكون اقوى. يمكن الراجل قال لهم خلاص انسوا بقى المباراه دي وانسوا انتوا فزتوا 4، عندنا مباراه قويه ومهمه جدا مع الشباب. يمكن هو توجه مباشره بعد طعام العشاء الى ملعب الملك فهد بن عبد العزيز بالمدينه الرياضيه ومعاه المساعد بتاعه عشان يتابع مباراه الشباب ويشوفوا على ارض الواقع ويدرس كل كبيره وصغيره فيه. عايز اقول طبعا ان طبعا النهارده كان اول اتصال تليفوني مع كابتن جمال حميد من المستشار مرتضى منصور، طبعا بيهني اللعيبه والجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الاداري، بيهني الناس كلها، بيهنيهم هنا وبيهني البعثه بالفوز الكبير اللي اتحقق، وقال لهم ان القادم طبعا هيكون اقوى وان هو بيثق فيهم وبيثق في امكانياتهم وبيثق ان هم على قدر المسؤوليه وان هم قادرين ان شاء الله ان هم يحققوا الفوز في المباراة القادمة ويحسموا التأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي، ومش بعيد على الزمالك إن هو يقدر يحصل على المركز الأول رغم طبعا قوة المنافسة وقوة الفرق المتواجدة. أنا عايز أقول أول خبر النهاردة يمكن من شوية، يمكن المستشار مرتضى منصور أصر طبعا على وجود محمد عبد الشافي، وكان على تواصل امبارح مع كابتن جمال عبد الحميد وطلب منه إن يخلصوا التأشيرة بتاعته ويخلصوا تذكرة الطيران، وفعلا محمد عبد الشافي منذ قليل وصل الى فندق الاقامه هنا في وكان طبعا هنا في الطائف وقوبل بترحاب جميع من الجهاز الفني وجميع اللاعبين باعتباره احد اللاعبين القدوه بعد اعلانه واعتزاله، ولكن اصرار المستشار مرتضى انه يكون موجود هنا عشان يأزر اللعيبه يمكن شيء كويس جدا ويكون دفعه معنويه كبيره لزملائه. وكان ايضا متواجد النهارده في المباراه محمود حمدي الونش، كانت قادمه من الامارات وبعدين ادى عمره وبعدين كان وصل مباشره من مكه الى ملعب المباراه وشاهد المباراه وبرده قوبل بترحاب كبير جدا من جميع زملائه ومن الجهاز الفني. وانا يمكن سالته انت خلاص يعني قدامك برنامج تاني، قال لا انه لسه هيرجع الامارات تاني وهيكمل البرنامج التاهيلي بحيث ان هو ان شاء الله خلال شهر او اتنين يكون رجع لصفوف نادي الزمالك باعتباره احد القوه الضاربه. يمكن عايز اطمن الناس بردك على ابراهيم الضايل اللي هو اتصاب النهارده وكان اصطدم مع احد اللاعبين في فريق اتحاد المنستيري وحصل له يمكن حصل كدمه في الفك، والدكتور محمد اسامه طلب من مصطفى عبده اللي هو اخصائي العلاج الطبيعي انه يصطحب الى احد المستشفيات القريبه من ملعب المباراه ويطمن عليه وقال بخير وانه هيفضل تحت الملاحظه لمده 24 ساعه، وقال ان هو هينضم للتدريبات عادي ما فيش اي مشكله خالص وان هو بخير يعني وان هو ان شاء الله ممكن يكون جاهز للمباراه القادمه. الراجل يمكن ما عندوش هزار يمكن بكره رغم ان احنا الفرقه لسه راجعه النهارده طبعا من المباراه القويه دي، الراجل عمل التدريب بكره الساعه 7:30 صباحا في ملعب عكاظ استعدادا للقاء الشباب السعودي اللي هيكون يوم الساعه 6 ان شاء الله يوم الاثنين، ويمكن زي ما قلت امبارح الزمالك هيرتدي في الزي الازرق. اللعيبة كلها مركزة في حالة من الارتياح الشديد بين جميع اللاعبين ان هم عندهم تصميم جدا ان هم هيحققوا ان شاء الله نتائج جيدة. يمكن حتى مدرب المنستيري في المؤتمر الصحفي قال ان الزمالك بالمستوى اللي هو شافه النهاردة ان هو هيكون احد هو بيراهن ان هو هينافس على اللقب بإذن الله تعالى في هذه البطولة القوية. يمكن احنا بيقيم معنا هنا برضك نادي النصر، يمكن رونالدو موجود معنا هنا ويمكن عليه حراسه شديده جدا، وبرضك نادي الشباب مقيم هنا ونادي اتحاد المنستيري مقيم في نفس الفندق بتاع اللعيبه.
الامور الحمد لله تسير على ما يرام. يمكن برضك يمكن المستشار مرتضى منصور كان وعد ان موضوع يوسف اوباما هيخلص البطاقه الدوليه، وفعلا احنا تلقينا اخبار دلوقتي ان الاتحاد السعودي فعلا كان ارسل البطاقه الدوليه لاوباما، وهتوصل اتحاد الكره غدا، وهيكون جاهز باذن الله تعالى ان هو يتم قيده وان هو يلحق بمباراه الشباب السعودي المقرره يوم الاثنين القادم. يمكن عايز اقول برضك ان يمكن في بالنسبه للبعثه الاعلاميه يمكن الاستاذ باسم زياده مدير العلاقات العامه يمكن نظم النهارده الساعه 1 بالليل النهارده رحله للبعثه الاعلاميه لمكه لاداء فريضه العمره. كل يمكن دي الاخبار اللي موجوده عندنا، لو حضرتك عايز تسال اي سؤال تحت امرك. يا استاذ مصطفى ما خلتناش نفكر في اي سؤال، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الرساله الوافيه جدا جدا من الاستاذ مصطفى الجويلي رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك. اطلعنا على كل حاجه حصلت النهارده من بعثه نادي الزمالك. نرجع مره ثانيه لكابتن نصر. كابتن نصر شايف النهارده كمان تواجد ناصر منسي بيديله فرصه الراجل برضو انه يشارك، وناصر منسي من اللعيبه الموجودين في حته الهجوم دي، يعني لولا الاصابه بعد ما بدا يشترك وبعد ما بدا يهدف اتصاب ورجع تاني، ولكن هو لاعب واعد جدا. رايك في مشاركته؟ طبعا ناصر منسي لاعب كويس، هداف، راس حربه، فعلا هيمثل خطوره مع اي حد هيلعب معاه، واخد بالك، على الناحيه الهجوميه بالنسبه لفرقه نادي الزمالك، ودي حاجه طبعا اضافه كويسه. وهو طبعا يعني كانت الحكم كان سريع على اي حد يا ابو حميد في الفتره اللي فاتت، الحكم على اللعيبه اللي جت كان شديد قوي، وانت عارف النتائج ما كانتش مساعده، لكن الولاد لما هياخدوا فتره او اللعيبه لما هياخدوا فتره هتلاقي كل الحاجات دي، هتلاقي المنسي وهتلاقي سيسي وهتلاقي دونج هتلاقي وروقه، هتلاقي كل دول لما هيخشوا في الفورمه مع فورمه المكسب، المكسب بيفرق، خلي بالك، واخد بالك، هتلاقي ادائهم احسن، وهتلاقي الصفقات بقى اللي احنا بنتكلم عليها، مش لازم الصفقات، نجيب الصفقات المهمه قوي اللي تفيد الفرقه، لكن احنا عندنا فرقه كويسه، عندنا مجموعه برضو شباب وناشئين برضو ممكن يكملوا، يعني كل الحاجات دي احنا بنطلب بس ايه، ان الجمهور يقف بقى مع الفرقه كده زي ما بيقف ان شاء الله باذن الله. طبعا استاذ مصطفى ويلي كان بيكلمنا عن تواجد كابتن شيفو. طبعا دي لقطه طبعا وفيديو بنشكر الاستاذ مصطفى جويلي عليها. طبعا تواجد محمد عبد الشافي نموذج لمساندة الفريق، راجل اعتزل، ولكن في كل حاجة، في الأدب والأخلاق والالتزام والكورة وفنيا، كل حاجة في كل حاجة بجد، يعني لعيب خلوق ولعيب هادي، ما تحسلوش بأي مشكلة حصلت طوال مسيرته الكروية بقى، سواء في نادي الزمالك، سواء في أهلي جدة، سواء مع منتخب مصر، راجل في كل الاحترام. ربنا يزيده طبعا. كابتن غانم شيفه جميل، لعيب جميل طول عمره، خلي بالك، ملتزم، وانا ده كان معايا في غزل المحله، صحيح، وجه نادي الزمالك وطول عمره محترم، واما راح نادي اهلي جده لعلمك كان صوره مشرفه للاعب المصري، بيعشقوه في السعوديه، صوره مشرفه، وفي نادي الزمالك عمره ما عمل مشكله لا بره ولا جوه، فمن هنا يحتذى به في جميع الاحوال. راجل واخد اربع بطولات، خلي بالك، مع اهلي جده. لا هو شاهد سنين كتير، بس الراجل عمل بصمه، لعيب كويس. من اول ما شفته، من اول ما جه نادي الزمالك وانا قابلته في المئويه، كان في نادي الزمالك، قلت ان شاء الله هيبقى من احسن لعيبه، وفعلا اخلاقيا كويس، ولعيب ملتزم، وفنيا عالي قوي، لعيب حريف، الكره في رجله سهله. يا كابتن صح كابتن غانم، هو خلي بالك في بساطه الفتره اللي هو كان فيها، انا كنت برضه ماسك نادي الشباب وبدربه، وهو كان من اللعيبه برضه الكويسه المؤثره جدا في اهلي جده. وعاوز اديك فكره عن نادي الشباب، نادي الشباب نادي قوي ونادي كويس جدا، ونادي العاصمه في الرياض، فاهم انت ازاي؟ فربنا يسهل ان احنا نقدر نعمل يعني نتيجه قويه معاه، خاصه النادي الزمالك بالمستوى اللي ظهر بيه النهارده، عامل رساله لجميع اللي هو الفرق اللي في المجموعه بتاعته على الاقل، ان هو جاي للبطوله. بمناسبه الرسائل، الشباب والنصر اتعادلوا في مباراتهم. طب تمام، انا شايف برضه كل النتائج دي هتخدم يعني نادي الزمالك، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمه ويعمل مستوى مشرف في الماتشين دولت. بس خلي بالك برضه، هقول ان الماتشات، كل ماتش وليه ظروفه، صحيح، وكل ماتش وليه الوضع بتاعه، بتزداد صعوبته كمان يا كابتن، ايه، بتزداد درجه صعوبته. بقول لك، وكل ماتش ليه الشكل الخططي بتاعه وليه لاعبته وليه نوعيته. وعاوز اكمل كلام نصر، بالنسبه لنصر منسى، انا من اللعيبه اللي بحبها، كان هو قبل ما يجي نادي الزمالك كان مؤثر جدا
في الفرقه اللي كان بيلعب فيها هو لغايه دلوقتي ما خدش المساحه اللي يستحقها في نادي الزمالك من اللعب، اول ما ياخدها هيبقى من اللعيبه الكويسه. ده اللي اقدر اقوله عن نصر. كابتن نصر لو في كلمه حابب تقولها للاعيبه نادي الزمالك لجمهور نادي الزمالك النهارده. طبعا جمهور نادي الزمالك جمهورنا هقول له ايه، هو بيحب الكوره وبيحب المتعه، ومهما يزعل منك هيجي في وقت تلاقيه بتعمل ماتش كويس بتأدي كويس، تلاقيه زي ما انت شايف كده النهارده كان ايه كانك واخد بطوله. فانا جمهور الزمالك يعني نتمنى ان هو ما يستعجلش بس على الفرقه ويبقى عنده صبر بالنسبه للعيبه. الحاجه الثانيه ان انا ببلغها اللعيبه، انتوا لعيبه على مستوى عالي، لعيبه كويسه، خلي بالك كلمه الصفقات دي عشان برضو بتاثر على اللعيبه، المفروض ما كانتش بتتقال من الاول صفقات. طبعا كل الحاجات دي بتاثر اللعيب، احنا بنقول لهم ان انتوا لعيبه كويسه ولعيبه على مستوى نادي الزمالك، ونادي الزمالك نادي كبير اسمه كبير. يعني انا بقول لما بيروح البطوله دي خلي بالك حتى لو انت ما عندكش صفقات الناس بتعمل له حساب، خلي بالك نادي الزمالك ده اسمه كبير قوي. فطبعا كل الحاجات دي لازم يبقى دافع ليهم ان هم هيلعبوا على البطوله، وانا متوقع خير حقيقي في البطوله دي بعد الهجوم اللي حصل علينا في الفترات اللي فاتت دي. انا حاسس ان شاء الله ربنا هيكلل مجهودهم وهيكسبوا ان شاء الله، هيبقى شكل كويس ان شاء الله. رغم البطوله برضه مش صعب، مش حاجه في الكوره صعب. انا اللي اقدر اقوله بقى لعيبه نادي الزمالك، اقول لهم انتوا فرحتوا جمهوركم، فرحتوا ادارتكم، فرحتوا نفسكم، اثبتوا نفسكم، بس بقى المهم بقى رجاله الاستمراريه. صحيح. الاستمراريه في الشكل والمستوى اللي احنا عملناه النهارده، وعدم الافراط في عمليه ان احنا ايه كده عملنا كل حاجه، لا لسه احنا في البدايه. فربنا يوفقكم وتفرحوا كل الناس وترجعوا بشكل كويس جدا، الناس تقول ان انتوا عملنا حاجه، يا رب ان انتوا تاخدوا البطوله، لكن برضو يا رب ان انتوا توصلوا والناس تحس ان انتوا بذلتوا كل اللي عليكم. شكرا. شكرا جدا كابتن غانم، كابتن نصر. معانا بقى دلوقتي احصائيات لنادي الزمالك ولزيزو مع نادي الزمالك. شوف زيزو اصبح احمد زايد زيزو بهذا الهدف في المركز ال11 بترتيب هدافي نادي الزمالك تاريخيا في جميع المسابقات. وصل احمد مصطفى زيزو للهدف رقم 64 لي مع نادي الزمالك. خاض مع نادي الزمالك 58 مباراه في البطوله بمختلف مسمياتها. حقق خلالهم الفوز، ده نادي الزمالك بقى، خاض نادي الزمالك في البطولة العربية 58 مباراة بمختلف المسميات، حقق خلالهم الفوز في 27 لقاء وتعادل في 16 مباراة. تلقى نادي الزمالك الهزيمة في 14 مباراة. سجل نادي الزمالك خلال مشاركاته 83 هدف، ونجح في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال العرب عام 2003، وحصل على مركز الوصيف مرة واحدة عام 2007. دي أرقام نادي الزمالك في مشاركاته في البطولة العربية. طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك إن شاء الله بإذن الله في المباراة اللي جاية أمام الشباب السعودي. كان معانا اتنين من نجوم نادي الزمالك التاريخيين، كابتن غانم سلطان نجم نادي الزمالك والكابتن نصر إبراهيم، شرفتوني ونورتوني يا كابتن. شكرا يا أبو حميد، شكرا. دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نستقبل الناقد الرياضي مصطفى الفخراني، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. نجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك من تحقيق فوز عريض على حساب نظيره الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية المقامة في المملكة العربية السعودية. الزمالك خاض مباراته رقم 61 على المستوى العربي خلال مواجهة بطل تونس، ونجح الفارس الأبيض في زيادة غلته من الانتصارات العربية إلى الرقم 29 بعد الفوز على الاتحاد المنستيري. كما رفع نجوم القلعة البيضاء
رصيد أهدافهم العربية إلى 86 هدفا بعد الرباعية التاريخية في لقاء الليلة على مستوى جميع مشاركات الفريق عربيا. وكانت مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري هي الأولى للمدير الفني الكولومبي أوزوريو خارج النطاق المحلي بعدما قاد الفريق في 14 مباراة بالدوري والكأس. الفارس الأبيض ينطلق بقوة في السباق العربي ويقطع أولى خطوات الطريق إلى استعادة الأمجاد العربية بفوز عريض على حساب الاتحاد المنستيري التونسي. النادي حلو الحمد لله، يعني هو كويس جدا، وباجي هنا انا واصحابي على طول في البسين، بيكون جميل جدا الصراحه. بنيجي الصبح وبنقعد لغايه بالليل، بنمشي بنكون مبسوطين جدا، بنقضي يومنا كله في النادي الحمد لله. عامل حاجات حلوه جدا، مستشار كويس جدا. المستشار ايه بقى؟ ان هو يفضل موجود في النادي وما يمشيش خالص، لان احنا بنحبه جدا والله، وبتمنى ان هو يفضل موجود على طول ما يمشيش ابدا. الالعاب بتاعه الاولاد حلوه متيسره، في العاب كتير، في حمامات سباحه كتير متوفره للولاد، في كمان اللهم صل على سيدنا محمد، في اماكن للالعاب اللي هو الباتيناج والحاجات بتاعه الاولاد. طبعا طبعا، لا بيخرج ولا بيروح ولا بيجي، محدش يقدر يخرج ولا يطلع من الاولاد. انا حتى لو ولادي ماشيين قدامي وانا ماشيه وراهم شويه، مفيش حد بيطلع، مفيش حد من الولاد بيطلع، بيسالوا انت فين مامتك فين باباك، ما بيسيبهمش كده وخلاص. لما المستشار ما بيبقاش موجود احنا ما بنجيش في اصلا، ما بنجيش خالص النادي خالص. طب لما بيبقى موجود؟ لا طبعا بنيجي وبنسلم عليه وجميل بصراحه. ايه اكتر حاجه عاملها لكم كويسه؟ خدمات السباحه والجمباز، الولاد كلهم بيشتركوا في حمامات السباحه والجمباز وبمبالغ اسعار كويسه. يعني انا بحبه جدا، وكل ما اجي النادي بحب اصور، بتصور معاه وبسلم عليه، وبحب اجي النادي وبلعب فيه وبحب جدا. بالنسبه للبنيه التحتيه بتاعت النادي، هو عامل بنيه تحتيه طبعا زي الانديه اللي بره والانديه العالميه. هو اهم حاجه في النادي طبعا النظافه اللي احنا بنشوفها في وجوده، يعني اللي بنفتقدها في غيابه طبعا، بس والنظام والامن، وربنا يوفق الجميع. انا ما اقدرش اقول اكثر من ان ربنا يبارك له، لان هو انا بقالي اكثر من 22 سنه في النادي. النادي ده ما كانش كده بصراحه، ما كانش كده خالص، كان تراب وملاعب ترابيه، وكان الاطفال بيلعبوا في ملاعب ترابيه. هو عمل طفره انشائيه ما شاء الله عليه، كبيره كبيره كبيره، واللي يقدر ينكرها يبقى جاحد. بالنسبه للنظام الاحتياجات الخاصه فيه خدمات كتير بصراحه، احنا منها السباحه دلوقتي ببلاش، ربنا يبارك له يعني ويديله الصحه. ده طبعا النادي اتحسن عن زمان قوي، والخدمات اتحسنت، وحتى الجناين بقت اكتر، حمامات السباحه. ونتمنى زي ما عمل النادي بتاع جامعه الدول او 100 عقبه، نشوف بقى كمان النادي بتاع اكتوبر، ونشوف بقى فرع ثالث ورابع. طبعا النادي مش محتاج الواحد، يعني جميل جميل جميل. وانا كنت في المصيف وبرضه بقول المصيف روعه روعه روعه، اسعار مش قادره اقول لك، خدمات مش قادره اقول لك، كل اللي اقدر اقوله ربنا يبارك له اللي اقدر اقوله. وانا ست كبيره، والعربيات اللي موجوده دي الحمد لله، يعني بصراحه مش قادره يعني، في حاجات كتيره قوي 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 بس مش قادره اقول لك ايه من كترها والله، حاجات جميله. مستشار مرتضى بقى يا ربنا يبارك له ويديله الصحه وينصره يا رب. الخدمات ممتازه، المفروض في انضباط في النادي، وفي انضباط في الالعاب وفي جميع الخدمات وفي المحلات، سواء بقى الخدمات اللي هي التجاريه او الخدمات اللي هي بيقدمها النادي كلها ممتازه. هو بصراحه يعني عامل كل اللي عليه بصراحه، عامل انجازات حلوه جدا، والنادي نظيف جدا، وكل الخدمات متاحه بسم الله ما شاء الله. يعني بالنسبه لاولادي بصراحه المساحه مثلا ان هم يلعبوا، التواليتات نظيفه جدا، النظام، الترتيب، كل حاجه بصراحه هو مش سايب اي حاجه، حتى المستوى الاخلاقي محافظ عليه بامانه. يعني بصراحه هو مستشار النادي مكسب للمستشار يعتبر، والمستشار عامل حاجات حلوه جدا في النادي، وهو اللي طور النادي. يعني بعد ممدوح عباس طبعا كان من رئيس النادي، النادي كان لا يصلح اللي قاعد فيه اصلا ولا اي حاجه. جه سياده المستشار بامانه الله يبارك له بصراحه، يعني عمل كل حاجه حلوه بصراحه في النادي.
كإنشاءات وحمامات سباحة وكل حاجة بصراحة. الله ربنا يخليك لينا وإن شاء الله تنجح في الانتخابات اللي جاية وتنتصر على كل من اللي عايز يسقطك، أنت تنتصر عليهم إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمه ويحسن أحوال النادي أحسن من كده. ربنا يديله الصحة ويخليه لنا، وبجد مخلي النادي من أحسن ما يكون، وأنا عن نفسي بتمنى إن هو دايما يفضل في النادي ودايما يفضل رئيس النادي، أنا بحبه. We'll be right back.
ورجعنا لكم مرة تانية في زملكاوي. شفنا قبل الفقرة دي شفنا جولة للمستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك، شفنا جولة كبيرة جدا داخل أرجاء نادي الزمالك وسط الأعضاء، الأعضاء مبسوطين جدا بتواجد المستشار مرتضى منصور. هنرحب بضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا في الفقرة الثانية وآخر فقراتنا في زملكاوي، الناقد الرياضي الأستاذ مصطفى الفخراني اللي مشرفنا ومنورنا. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى، يسعدني أنك تكون معايا. مشاهدين ربنا يخليك، أهلا بيك. شفت الماتش ازاي النهارده؟ مباراه الناس كلها قالت في تدرج في مباريات نادي الزمالك من حيث قوه المنافس، الاتحاد المنستيري، الشباب، النصر، السعودي. رايك في المباراه دي ايه؟ شفت الاربع اهداف وكلين شيت خارج بيهم نادي الزمالك؟ والله بص، بعيدا عن دي عناوين، كلام ده عناوين، ولكن احنا لو كل الفرق دلوقتي في مرحله اعداد، فالزمالك بدا مرحله الاعداد من شهرين. يعني مع دخول اوسوريو فهو كان خلاص بدأ يعيد هيكلة الفريق ويشوف أحسن مركز لكل لاعب. يعني عمر جابر، أحلى فترات عمر جابر رشح 2015 لأحسن لاعب في الدوري المصري وحصل عليه، الدوري اللي احنا خدناه. صحيح. عمر جابر كان بيلعب في وسط الملعب 8، وحتى كان بيهدف، جاب في الأهلي جونين، جاب في الأهلي في أفريقيا في السنة اللي قبلها، السوبر بعدها، وبعد كده في السوبر في اللي هو ضيع فيه كهرباء ضربة جزاء. فعمر جابر في المكان دوت بيفرق 3-4 أضعاف. فتوح في وسط الملعب اختراع، فأنا بقولك ده تعويضا عن فرجاني ساسي كمركز 8. حمزة المسلوسي باك رايت مش كويس، مش السوبر، ولكن سيرد باك طويل هيدر كان بيغطي على العكسية كويس، دي أحلى حاجة فيه، بس عشان هو يقدر يبني هجمة بس ما يقدرش يكمل وكروس ويرجع يرد، دي كانت مشكلته. فلقينا ان حمزه المسلوسي في مركز السد، يعني دلوقتي في اختراع لمراكز، وحصل كويستشنير او حصل حاجه زي مثلا سيرفي كده لكل اللعيبه، بدا يسال يعني بيسالهم انت احسن مركز وتحب تلعب فيه فين؟ فاوسوريو بما انك انت جايب مدرب، ما ينفعش نقول اصل في ناس بتقعد تسخر من كلمه على، لا هو عالمي. صحيح. سي في يعني هو جوارديولا لما يجي يسال عليه، يعني جوارديولا، ارتيتا، اوسوريو، دول ثلاثه في فكر متقارب جدا. حتى المشكله لما جه قال لك ازاي اقدر انفذ فكر كره متطوره جدا وخامات في عايز اقول لك على حاجه، طريقه اوسوريو بتخليك يعني جوارديولا ما ينفعش تفقد الكوره، بس عنده من الخامات اللي يعني ما ينفعش تفقد الكوره فعلا، لكن ده انت عندك قصور وهو عايز تدعيمات فعلا، ولكن في تطور ملحوظ في اداء اللاعبين. يعني ممكن تقول ان انت النهارده حتى الماتش اللي اتغلبناه من الاهلي، على فكره هم 7 فرص قصاد 7 فرص، لو خدت بالك ان نيمار انفرد في ماتش الاهلي، ابراهيم اللي ضايق مرتين، وفي كورتين في العارضه لزيزو، غير الجون، غير ضرب الجزاء مشكوك فيها تانية اللي هو الجزيري. فانت عندك 7 فرص محققة في السكس يارد، الاهلي عنده 7 فرص، بس ازاي انت بقى ما ترجمتش سوء حظ او عدم انسجام لسه او عدم هضم لطريقة اسوري، ده دي قصة. ولكن احنا النهاردة بنقول ان الزمالك، يعني انا كنت بدور على عنوان قبل ما اتكلم على تاريخ الزمالك في الوطن العربي، تاريخ الزمالك في الوطن العربي مش مجرد لعب، انا بتكلم عن تاريخ رياده في المنطقه العربيه. فالزمالك كنت بقول الزمالك استاذ اللغه الكرويه العربيه، الزمالك استاذ اللغه الكرويه العربيه. في هلاقي انا قبل كده عملت حلقه خاصه كنت مع كابتن بندق، يعني اتكلمنا عن تاسيس المنتخبات بالذات في الخليج، قلت ان انا كنت بقول اول مدرب عربي في تاريخ، وانا بعت لكرم الحاجات ديت التكريمات، اول مدرب في تاريخ منتخب السعوديه. دي الحاجات اللي انت مجهزها، انت مجهز معانا حاجات. تعال نشوفها يا جاهزه، يا ريت. كابتن عبد الرحمن فوزي، يا ريت يعني وانا بتكلم كده تشغلوها. يعني كابتن عبد الرحمن فوزي هو يعتبر اطول فتره زمنيه قضاها مدرب في تاريخ السعوديه برضه، يعني هيرفي رينارد وصل 3 سنين، هو 3 سنين و10 شهور. ده مثلا كابتن ابو رجيل، ده اول دوري في تاريخ السعوديه مع نادي النصر اللي هو معانا في المجموعه. فاحنا معانا في المجموعه، الغريبه انه درب 2 او
اول مره ياخد دوري الشباب كان مع برجال في 91، اول مره في حياته. وهو حتى بيقول لك ده مكتشف النجوم الحقيقي في الكره السعوديه. تخيل مجد عبد الله، سعيد العويران، فؤاد انور، مفيش بعد كده. ده اكتشافات كابتن ابو رجيله. فكابتن ابو رجيله قيمه عظيمه جدا لما هنا لما بيدخل السفاره السعوديه بيستقبلوا استقبال يعني دبلوماسي، يعني حاجه قدامنا دلوقتي. كابتن عبد الرحمن فوزي اللي كنت بتكلم عليه من شويه، يعني لو تقرا بس مش شايف العنوان. عبد الرحمن فوزي صنع تاريخ في مونديال 34 وكان اول مدرب للسعوديه. ده اول مدرب في السعوديه في الخمسينات. عارف يعني ايه لما كانت الكوره بتتلعب من بعض الجاليات السودانيه مع السعوديين؟ على فكره بقى في اصول سودانيه كتير، حتى في اللاعبين السمر اللي في منتخب السعوديه كان اصول سودانيه، يعني كوره سعوديه. ولما تتكلم عن نادي اول دوري في السعوديه 75 76 النصر ياخده كان على ايد ابو رجيله، فتشوف عمق الفكر الزملكاوي. وعلى فكره الفكر الزمالكاوي متاثرين بيه جدا حتى الان. دايما فكر الزمالك، ودي مشكله عند الزمالك الان، انه فكره هجومي دائما. يعني في اسوء حالاتك عمرك ما تدافع قصاد الاهلي، زي مثلا الجيش طالع الجيش او زي غزل المحله، انت داخل تهاجم. وعمرك ما جيت في مره انا بلاعب الاهلي والاهلي متفوق عليا وفايق، انت اخر ماتش انت بتلعب من غير هاف ديفندر، يعني فارد صدرك قوي على طول. الخليج كده، الخليج دايما ما تلاقيش عندهم حتى في المحترفين تلاقي قامات في الدفاعات او ما بيركزوش في الحته دي. الوينجرز وصانع العاب وراس الحربه من كولومبيا من البرازيل مش عارف ايه، حتى الاسماء اللي بنشوفها كله مركز، يعني محدش فكر، يعني ما جابوش بس غير كوليبالي مثلا في الشروه الكبيره دي. هم برضو ده يعني الفكر ميال قوي للتاسيس كله زملكاوي. على فكره في حماده الشرقاوي ده عمل كوره قدم كامله في البحرين. يعني حماده الشرقاوي يعني مش مدرب منتخب، ده جاب 12 واحد قاعد يدرس لهم تدريب عشان هنعمل 12 فريق عشان هنعمل دوري في البحرين. في البحرين. فهو ليه تمثال هناك، ليه صورته في الاتحاد يعني. فحماده الشرقاوي، كابتن حماده الشرقاوي هو اول مدرب عربي لفلسطين، منتخب فلسطين. كان منتخب فلسطين كان جاليات يهوديه اللي عامله الكوره زمان، وكان الاسماء كمان اللي صفت معانا قبل 34 اسماء غريبه ما تحسش انهم عرب، يعني الكوره عربيا ما كانش موجوده قوي في الثلاثينات والاربعينات، حرفيا بدات تبقى موجوده في الستينات. اول مدرب مصري، دي ده سايت بحريني بيتكلم اول مدرب مصري. ما اتكلموش، هم بيتكلموا طبعا عن الكره البحرينيه، واتكلموا على تكريم كابتن حماده الشرقاوي العظيم في البحرين. في كابتن حلمي حسين في قطر، كان برضه في سودانيين بدأوا برضه، معظم السودانيين هم اللي في الخليج، كانوا كتير قوي موجودين في الخليج. كان حصل جفاف تقريبا في فترة من الفترات في القرن 19 وبداية القرن 20 في السودان، وعمل ترحال كبير قوي في الخليج قبل موضوع البترول. هم سكنوا هناك قبل فكرة البترول وكده، فهتلاقي معظم البشرة السمراء قوي ديت ده أصلها سوداني. فهتلاقي في قطر مجنسين سودانيين كتير، ولكن اول مدرب مصري يعتبر اول مدرب ده طبعا علي محسن مريسي، علي محسن بتاع جيل الخمسينات والستينات. كابتن علي محسن ده لاعب القرن في اليمن، مدرب منتخب اليمن، استاد العاصمه بصنعاء باسم استاد علي محسن مريسي، ده نجم نادي الزمالك في الستينات، كان هدافه طبعا وخد هداف الدوري العرب. صحيح. الفكره بقى في المجموعه اليمن كلها، خلي بالك ايه اليمن يعني 90% منها زملكاويه، لهم يعني درايه بكره القدم المصريه. لا ما هي الفكره برضو، يعني حتى كان في كان كابتن مين يعني كابتن زكي عثمان مسك، كابتن برضو كابتن ابو رجيله خد اعلى عقد هناك في اليمن، اللي هو شعب اب اليمني خد اعلى عقد في تاريخ المدربين يعني. ده كابتن ده بص كابتن احمد عبد الحليم ده الوحده موجود في البطوله، الوحده الاماراتي اخر برضو مدرب مصري كان بيدرب، لو ربنا يديله الصحة، كابتن أحمد عبد الحليم. وفي كابتن اسمه عمرو معاذ دلوقتي، هو مدرب حراس مرمى دلوقتي على فكرة. موسيماني هو اللي ماسك الوحدة، موسيماني هو اللي ماسك الوحدة دلوقتي، بس عمرو معاذ تقريبا هو مدرب حراس المرمى لنادي الوحدة اللي موجود في البطولة. فاحنا عندنا عمار معاذ ده برضو كان لاعب نادي الزمالك، نجم نادي الزمالك، حاليا هو مدرب حراس المرمى. عندنا برضو اللي درب، بس مدرب حراس مرمى اللي درب الصفاقسي نجم ساحلي ترجي منتخب تونس، كابتن طارق عبد العليم. ده طبعا كابتن مؤمن سليمان الشرطه بيلعب، وعلى صحيح. فكره الشرطه اول فريق خد البطوله العربيه لما اسست سنه 82، فالشرطه ده اول بطل اللي افتتح،
وده طبعا عمل رقم قياسي انه اول مره برضو نادي ياخد الدوري قبل نهايته بثمان اسابيع او حاجه كده ما حصلتش في تاريخ العراق. ده كابتن طارق عبد العليم ده مدرب منتخب تونس للحراس المرمى ومدرب الصفاقسي والترجي المشتركين في البطوله. فبتكلم على ان الزمالك ايده اول مدرب مصري برضه يخترق المغرب كان كابتن حسن شحاته لما الدفاع الحسن الجديدي وكان معاه كابتن طارق مصطفى مساعد وسابه كمل بعد كده خد احسن مدرب السنه دي مع اولمبيك اسفي وخد مركز رابع اول مره في تاريخهم او وشارك كمان في الكونفدراليه. طبعا يبقى انت دلوقتي اخترقت الدوري التونسي كتدريب حراس مرمى ما حدش درب في تونس. الزمالك اخترق الموضوع واخترق المغرب وطبعا الخليج كله والشام. عندك مدرب منتخب كان لما كابتن محمود سعد جاله كورونا مواقع وصحف لبنان مدرب منتخب لبنان الاسبق كان كلهم بيهتموا بصحته. مدرب منتخب لبنان مدرب منتخب سوريا كابتن احمد رفعت. اذا يعني نادي الزمالك بصمته موجوده في كل الدول 17 منتخب عربي وافريقي في الخليج 17 منتخب. يعني ما فيش نادي في العالم اصلا يعني لو قلنا مثلا مدربين الالمان دول مكتسحين في العالم بس مش كلهم بايرن مش كلهم بايرن ميونخ صحيح. فلما تلاقي 17 مين اللي عنده مدربين ل 17 منتخب عربي وافريقي. على فكره كابتن ايمن اليمني ده ما حدش يسمع عنه حاجه. لا طبعا كابتن ايمن اليمني تاريخ كبير وخلي بالك موجود دلوقتي في قطاعات الناشئين في نادي الزمالك بقاله اكتر من سنه. هو دايما بس في ناس لازم تفهم موضوع لازم جمهور الزمالك لازم يبقى لحمه واحده. فكره التصنيف مش مطلوبه. في فتره من فترات كان الالتراس بيعمل حاجات حلوه ودخلات جميله لو هو على الحد ده والاغاني بتاعته حاجه عظيمه جدا. ما دام هتخرج عن السياق وتبتدي تدخل في هو سياده المستشار ليه وجهه نظر في الحته دي ما تديش ظهرك ما تديش مش عارف ايه فالحته ديت ارجو برضه. هو الناس دايما بتتكلم على ان المستشار مرتضى منصور ضد الجمهور. التعميم ده شيء مؤسف جدا انك انت تقعد تعمم. مفيش حاجه اسمها تعميم يعني كل قاعده الكل خاطئه دايما إيه؟ قاعده الكل خاطئه ما ينفعش تجمع مفيش حاجه كلها وحشه او كلها مفيش حد قال جمهور الزمالك بالاجماع وحش او انا بكره. مفيش حاجه اسمها كده. المجموعه اللي راحت شتمتني دول عالم كذا 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 هو ليه علاقه بالمجموعه دي زي المجموعه اللي بتشتم تيجي تذكرتي او القائمين عليه يمنعهم الدخول تاني. هل ده قالوا جمهور الزمالك او جمهور الاهلي مش هيدخل الاستاد؟ لا المجموعه اللي تجاوزت. فلازم نفرق ما بين جمهور الزمالك بالعموم او جزء منه. قصه برضو يعني لما بتيجي تتكلم على السحر انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي ولكن السحر يضر ولا ينفع. الناس دايما تقول لك كان مش عارف منتخب ايه خد كاس العالم لو. لا هي السحر بيضر فقط. يعني السحر موجود في القران للضرر. يعني في الآية اللي فيها هاروت وماروت يعلمون الناس ما يفرق بين المرأة وزوجه كان يعني دي في فساد يعني أو في إشكالية معينة ما بيعملوش خير. يعني السحر بيعمل ضرر فقط. فبس يعني في دي في أي حاجة تانية برضو في ناس بتكتب حط صورة وتعمل تصريح تحتيها والغريبة بتلاقي عاصفة من المصداقية الغريبة جت من إيه؟ يعني مثلا مستشار مرتضى منصور ما بيقولش حاجه الا فيديو. فجبت منين تصريح على لسانه وقالوا امتى ومش عارف ايه. فاهم؟ قبل كده قال لك ايه؟ الزمالك بلا رموز ومفيش رموز في الزمالك ده تصريح مضروب. وتحط الصوره وتحتيها. يعني انا قعدت مع ناس كبار ينفع يقول على رموز الزمالك كده بقول له انت عندك فيديو؟ مين اللي بياخد تصريح عن مستشار مرتضى منصور سماعي او في التليفون يعني؟ مين؟ فقصة انك تلاقي تصريح لازم يكون من فيديو او حاجة موثقة يعني جريدة المصر اليوم لو قالت حاجة مثلا جريدة قالت حاجة على المستشار مرتضى منصور بيبقى تصريح خده صحفي. الصحفي ده اقدر اسأله. لكن صورة والصورة بتدي برضه بتخطف العين تحسسك ان هو لدرجة ان ما هو قال قبل كده على حاجات تانية. التضليل بيستمر. فدي في جزئيه. انا بقى شايف نرجع لفريق الزمالك النهارده. انا كنت سعيد بحاجه يعني في لعيبه كتير قوي من ابناء نادي الزمالك وانت برضو النادي الوحيد اللي تقدر تنافس على البطولات بابنائك فقط. يعني ناس تاريخ الزمالك بيقول ان احنا
اصلا كناش بنعتمد على فكره الصفقات دي اصلا. يعني نادي الزمالك لما كان بيجيب لاعب كان بيجيب لعيب مغمور. رضا عبد العال من النيل للادويه. مين النيل للادويه؟ مع احترامي يعني في عالم كره القدم. كابتن عبد الحميد بسيوني من كفر الشيخ درجه ثالثه. حتى مصطفى فتحي بالاس برضه مش واضح، او نبارو يعني نبارول بالاس برضه مش واضح في ايه معالم بالاس ونبارو ان عندها موهبه زي دي. الغريبه ما كانش بيلعب. تعرف المعلومه دي؟ انت لسه صغير وجسمك ضعيف ما كانش بيلعب اصلا. يعني عين كابتن محمد صبري، عين كابتن طارق السيد، النو هاو ده مش موجود. اصل فكره ان انت واحد يقول لك احنا في لعيبه كتيره مشيت نجوم، وطارق حامد كان جاي نجم، ده قعد سنتين بيعمل كم اخطاء رهيبه لغايه لما بقى طارق. هل امام عاشور جاي نجم؟ ده قعد سنتين احتياطي لغايه ما بقى امام عاشور. هل فتوح جاي نجم؟ فتوح ده كان جاي عنده 16 سنه او 17 سنه من مركز شباب العباسيه. شوف انا بقول لك حاجات ما بتحصلش في العصر الحديث. نادي قمه واخد اتنين دوري ورا بعض او بينافس على البطولات ما ينفعش يجيب لعيب من مركز شباب ويلعب. طب عيون خبراء الكوره راحت فين؟ احنا في النهايه نستنتج من كل كلامك ده يا استاذ مصطفى ان نادي الزمالك يصنع النجوم، وهو دايما برواز كبير جدا اللعيبه لما بتلعب بتتشاف بتتحب من جمهور مختلف فبيبقوا نجوم. خلي بالك في 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 ناس بتقولك ان اكس من الانديه صانع نجوم، في ناس بتصنع نجوم اعلاميه. صحيح. اقول لك في نجوم بدون ذكر اسماء راحت منتخب ولا تليق. صح. دي صناعه اعلاميه. على فكره على فكره في لعيبه انا احطك في اعلانات، صناعه الاعلام احطك في اعلانات، اعمل لك بروباجندا، اديك ملايين، اصفرك في كل المحافل الدوليه. انا اسف انا احترامي انا مش من غير اسامي، لان في لعيبه فعلا بتبقى كده وفي النهايه بتبقاش مستواها الفني يستحق الضجه والثناء من فهم بيفتكروا عليهم. انا الحلقه اللي فاتت قلت اللي يعني انت لو ما عندكش طموح، يعني مثلا هنشوف مثالين، مصطفى محمد مثلا مصطفى محمد وامام عاشور. واحد مركز ان انا عندي هدف ان انا اوصل لاعلى مرتبه او اعلى مكان في كوره، رايح البريمير ليج السنه دي في شيفيلد، السنه الجايه هبقى في توتنهام، السنه اللي بعديها العب مانشستر. ده غير لما في حد بيقول انا رايح في مكان لو 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 نزلت عليا عقوبه 12 ماتش مش هتتنفذ زي كهربا. استاذ مصطفى انا سعيد جدا باللقاء ده معاك. كان نفسي اكمل معاك بس ده شرف ان شاء الله بنلاقي لنا حلقه كمان باذن الله. باذن الله في الحلقات الجايه شرفنا ونورنا الناقد الرياضي المميز الاستاذ مصطفى الفخراني، شرفنا ونورنا في زملكاوي. انتهت حلقتنا من برنامج زملكاوي، على امل اللقاء ان شاء الله في حلقه جديده من زملكاوي. الى اللقاء.